ما حكم من يقوم بعمل فيه الربا؟ الربا ملعونين فيه شكون؟ لعن الله الربا زيد. وزيد ولا كان لعن الله الربا زيد وآكله وموكله وشاهدي، أربعة ملعونين. شكون اللي ملعون؟ الربا ملعون، واللي ياكلوا ملعون، واللي يوكلوا ملعون، واللي يشهد عليه على العقد ملعون، واللي يسني عليه في البنك ملعون. انا اصحاب البنك كيقولوا لي خدموا، ما نقول لهم شوفوا بعدوا غير على المصلحه نتاع الكريدي وخدموا. هذيك فيها نيشان اللي عن نيشان رئيس مصلحه القروض دائما سميتو تما، الله يبعد علينا وعليكم. إذا ذاك يقول لك، قال لك السؤال، قال لك أنا يا ما حكم من يقوم بعمل فيه الربا؟ أي عمل لدي فيه الربا فيه اللعنة، ولذلك بعد عليه.